متابعي ان فاس تي في، اليوم كنتواجدوا في مركب محمد نودير، وبالضبط هذا هو المركب اللي كيحتضن نادي نجم الشباب البيضاوي. هذا النادي هذا اللي غني على التعريف واللي تعتبر من اعتاد النوادي بعد الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي. اليوم جينا باش نعرفوا الوضعيه الحاليه للفريق، فبقوا معنا. اليوم انا نحاول نقرب الرأي العام والمتتبعين ديال فريق ديال نجم الشباب، بينما نجم الشباب يعني لا خوف عليه. علاش احنا غادي كندبروه بالمسائل ديالنا، بالامور الشخصيه ديالنا اللي غادي بها الحمد لله. يعني غادي يجي واحد اليوم اللي حنا في الطموح ديالنا باش نرجعوا الفريق في المكانه ديالو اللي كيستحقها. اليوم كنقول انا الحمد لله ما عندنا لا مستشار ديال اللي كي سبونسور اللي كيحتضننا، ما عندنا منح من اي جهه. حنا كندبروا الامور الشخصيه ديالنا، يعني المنحه الوحيده اللي كاينه عندنا هي ديال الجامعه، مشكوره من هذا المنبر وفي شخصها السي فوزي القجع. يعني فريق نجم الشباب غادي في حلة جديدة، خدينا على العتيق ديالنا باش نحاولوا نهيكلوا الملعب في هيكلة جديدة، في حلة جديدة. كما شفتوا كان قبل في سنوات الفارطة كان ملعب في التراب، يعني الدراري كيديروا، دابا الحمد لله في حلة جديدة. عندنا جميع الفئات ديال العمرية، يعني من الفئات الصغرى، من نقول من بين جمال مينيم كادي جينيور، عندنا دو جينيور عندنا، والحمد لله هذه الفئات الصغرى كنحاولوا كندوا منا بطولات جهوية. السنة الفارطة كنا بطل جهوي ديال عصبة الدار البيضاء، يعني وكنكون ودابا التكوين، حنا غاديين في التكوين ديال هاد الوليدات الصغار باش نحاولوا باش نزيدوا القدام. وبهاد لي زاكاديمي اللي عندنا هما اللي دابا كنطمحوا باش نزيدوا بهم القدام. وكما شفتوا راكم شفتوا الوليدات في التدريب ديالهم ديال الفئات الكبار، الحمد لله عندنا احسن الهدافين، دازوا عندنا لاعبين كبار يعني اللي في نجم الشباب، مثل اخر واحد هو رحيمي اللي من هذا المنبر كان يعني حنا كنفتخروا به، كان جاء فريق نجم الشباب، ويعني وكنفتخروا بجميع الاطور ديال نجم الشباب، لا من اللجنه التقنيه لا من هذا. ومن هذا المنبر كنشكر الجمعيه اللي كتساندنا لا في القريب ولا المدى البعيد، يعني غادي معنا. وكنشكر من هذا المنبر الناس اللي كيعاونونا، الناس الخفاء اللي ما كنبغوش نجبد الاسماء ديالهم، كيقولوا لنا ما تجبدنا الاسماء ديالنا، كيعاونونا. وكنشكر بهذا المنبر الناس يعني رؤساء اللي دازوا واللاعبين القدماء اللي دازوا، يعني كل شيء غادي معنا في هذا. يعني الحمد لله نجم الشباب لا خوف عليها، فريق نجم الشباب اللي عنده تاريخ واللي عنده يعني دار بطولة في 58 59 ولعب مع الوداد والرجاء في الفرق ديال سميتو في السبعينات وفي الثمانينات، كان في المراتب الأولى. دابا كتعرفوا الرياضة كيفاش ولات، حنا الحمد لله غاديين كندبروا وكنقولوا من هذا المنبر للجمهور ديال نجم الشباب أو لا الناس الغيورين عن نجم الشباب، حنا غاديين في الطريق إن شاء الله بإذن الله نحاولوا نزيدوا الفريق القدام إلى بغى الله، وحنا غاديين كندبروا بالأمور ديالنا إن شاء الله. وشكرا. والان كيتواجد معنا السيد شيبه مصطفى، رئيس جمعيه نجم الشباب البيضاوي، اللي غيحدثنا على الوضعيه الحاليه للنادي. نجم الشباب البيضاوي فريق عتيق وعريق من الفروق العريقه
اللي يحسبوا لها حساب، لان الفريق دا البطوله ديال المغرب داها في 1959، دازوا فيه لعابه ممتازين اللي هما خلاو البصمات ديالهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. كاين الفريق منذ القدم، وكاين الناس اللي كانوا متراسين هذا الفريق وغادين به للامام. اللي كنذكر من بعض الاخوه اللي كنذكر السي مصطفى محروس والسي الحاج محمد ندير الله يرحمهم في هذا النهار، اللي كانوا من احسن المسيرين اللي دازوا في نجم الشباب، وعطوا الشيء الكثير من مالهم من وقتهم يعني. ونجم الشباب كما كتقولوا بقى الان غاديه في مسيره خطوات ثابته برئاسه الولد ديال محمد الحاج ندير، اللي كاين حاليا هو عبد الحق ندير، اللي مشكور انه هو سمح لنا او عطانا الترخيص باش نديروا هاد الجمعيه اللي انا غنتكلم عليها من بعد. اذا نجم الشباب كما كنقول عندها رجالات اللي واقفين عليها صارين عليها، والفريق غادي من حسن الى احسن. هذه فيما يخص النقطة ديال نجم الشباب. تنجيو للنقطة ديال الجمعية. أنا كرئيس ديال جمعية نجم الشباب، لاعبين قدماء ومحبين، هذه الجمعية دارت على أساس أننا نتعاونوا مع الفريق، لأن شنا الحاج عبد الحق ندير كيتخبط بوحدو في هذا الفريق، لا معين ولا وما كاينش اللي ياخذ بيد، إذا بوحدو كيتخبط. حاولنا اننا نديروا هذه الجمعيه اللي هي جمعيه فيها لاعبين قدماء. هذه الجمعيه درناها على اساس نتعاونوا مع الفريق ونتعاونوا مع الحاج، لانه شنا كيتخبط بوحدو. اولا من الاهداف ديال الجمعيه، الاهداف ديال الجمعيه اننا كنتعاونوا كننقبوا لاعبين للفئات الصغرى باش ندعموا هذا الفريق. يعني كل واحد من جهته كيمشي كيجيب لعابه كنعاونوهم، مثلا اللعابه الكبار نيس تيكونوا عندهم مشاكل كنحاولوا نحلوها لهم. هذا اهداف الجمعيه غادي في الصميم ديال الفريق. وعلى ذكر اللاعبين سي مصطفى، عرفنا بان الهداف ديال الدوري كاين من نجم الشباب. بطبيعة الحال عندنا هداف الدوري ديال القسم الهوات، هو الهوات المحترفين. كاين عندنا الهداف اللي هو قباص معاد، كيتصدر واقيلا التهديف ب 15 هدف. كيف ما كان عندنا العام اللي فات، كان عندنا شعيب فضي اللي هو مشى للوداد، والان كاين قباص معاد اللي هو اللي كيماركي، هو البيتور دابا اللي كاين عندنا في الفريق، والحمد لله الفريق لا خوف عليه. عندنا فئات صغرى اللي معترف بها وطنيا، وحتى من الناس ديال برا كيجيو كيعجبهم هاد الاكاديميات اللي عندنا. عندنا جمعيات الاباء، الاباء كاين دايرين جمعيات كيجيبوا وليداتهم وكيتعاونوا معنا هنا في الملعب. كاين الابراهيمي وكذلك ابراهيمي، سي ابراهيمي اللي بدوره قايم بواحد الدور كبير. كاين سي عمر وكذلك حتى هو، لهاد الناس اللي مقيمين بادوار مهمه في نجم الشباب. حاليا نجم الشباب كيمتاز بواحد السمعه مزيانه اللي ما كانتش قبل. مثلا كتواجهكم شي صعوبات؟ الحال بطبيعه الحال راه الفرق الهوات الصعوبات كثيره من ناحيتاش. دابا عندك اللعابه كلهم تقريبا دي سالاري، كلهم كدير لهم دي سالير، لي بريم لي ديبلاسمون لي. حنا الفريق عندنا يلا كيختصر على المنحه ديال الجامعه. مشكورين من هذا المنبر، مشكورين المنحه ديال الجامعه اش كيختصر، ما كاينش شي منحه اخرى كياخذها من جهه اخرى. اذا بالمنحه ديال الجامعه بوحدها ما يمكنش الفريق يمشي، ما يمكنش يمشي، لان كما قلت لك عندنا كاين مصاريف كثيره اللي كاينه كتخبط فيها الفريق. ومع ذلك سي الحاج عبد الحق ندير بسنين هذه هو متخبط في هذه المشاكل هذه، هو واخذ بزمام الامور، والحمد لله الفريق لا خوف عليه كما قلت لكم، لا خوف عليه. فيه شبان اللي هما مستقبلا غيقولوا كلمتهم. عندنا واحد ثلاثه اللاعبين اللي الان كاين الفرقي اللي كيراهنوا عليهم، لا وداد ولا رجاء ولا مجموعه ديال الفرق اللي كيراهنوا على هاد الوليدات هادو اللي هما عندهم مستقبل زاهر. وعندنا الوليدات ما تيتعداوش 22 عام 23 عام، اغلبهم ما كيتعداوش 22 23، وراه ربما التصاور غادي يوريوهم مدى الشباب ديال اللي عندنا موجود في الفريق.
القادر فين دابا مكلاسي الفريق ديال النجم الشباب؟ كما كتشوفي فريق نجم الشباب البيضاوي، نجم الشباب البيضاوي في هذا الموسم هذا فمكلاسي في وسط الترتيب حكم لاعبين شباب اللي كيبادروا فريق باستشاره مع السيد الرئيس عبد الحق ندير اللي كيشرف على كل كبير وصغير في هذا الفريق اللي هي تكوين لاعبين شباب اللي اثروا البطوله ديال الموسم هذا. كما كتشوف الفريق كيحتل وسط الترتيب، الاول حاجه كنشوفوا ان الفريق الشاغل ديالنا هو تكوين لاعبين شباب اللي يسيروا البطوله ديال القسم الوطني الاول اللي هي ماشي بطوله سهله. الحمد لله بالشغل الشاغل ديالنا والطاقم التقني ولا الاداره التقنيه اللي كترأسها السي عبد الحق ندير لتكوين لاعبين شباب. الحمد لله حنا غاديين في السير في داكشي المبتغى ديالنا اللي بدينا به في بدايه الموسم. كما كتشوفي والهداف ديال البطوله ديال القسم الوطني الشمال اللي هو لاعب قباص معاد اللي كنتمنوا ليه مستقبل ظاهر ولانه يبادر يمشي لفرق كبيره لا قسم وطني الثاني لا قسم وطني الاول. الطموح ديالنا هذا الموسم هذا هو تكوين لاعبين شباب، والموسم المقبل ان شاء الله الا حافظنا على التركيب البشريه تقريبا اللي حافظنا عليها، الموسم المقبل ان شاء الله باذن الله كنتمنوا اننا نلعبوا على الماتيريال ولا للصعود الى القسم الوطني للمكانه الاصليه ديال فريق نجم الشباب البيضاوي الا هي القسم الوطني الثاني ولا القسم الوطني الاول. والان غناخذوا التصريح ديال اللاعب معاد قباص اللي هو هداف الدوري. اهلا. السلام عليكم، شكرا على الزياره ديال الصحيفه ديالكم انفاس بريس على هذه الزياره، والحمد لله هذا الانجاز ما كنتش نقدر نوصل ليه بوحدي الا ولاد الفريق، وهذا الفريق متكامل الدراري كاملين كيتعاونوا لا من سطاف لا من اداره لا من، كنشكروا السيد الرئيس على التضحيات اللي كيضحي معنا. الحمد لله حنا غاديين دابا في نسق تصاعدي، كنتمناو من الله نكملوا بحال هكا حتى لاخر دوره، وعلاش لا نبقاو محافظين على المكانه ديالنا، وان شاء الله غنوعدوا الجمهور ديال درب غلف ان شاء الله باننا مزيد من الاهداف ان شاء الله. والان معنا سي محمد اي تعبو، لاعب سابق فريق نجم الشباب اللي غيحدثنا على التجربه ديالو وعلى الدور ديالو ضمن الفريق الان. السلام عليكم، معكم محمد اي تعبو، لاعب نجم الشباب البيضاوي، ترعرعت في هذا الفريق من المينيم كادي، من بعد السي خياطي الله يرحمه، من الكادي طلعني سنيور نيشان، لعبت هنا واحد العام، من بعد التحقت بفريق الرجاء البيضاوي، ومن الرجاء البيضاوي بدات المسيرة ديالنا. الحمد لله لعبت تقريبا في 5 ديال الفرق البريمير ديفيزيون في المغرب، من بعد مشيت ولعبت في ليكيب ناسيونال اولمبيك، واحترفت بعض الدول الخليجيه اللي هي الكويت والبحرين، فعاود رجعنا للفريق الام ديالنا اللي هو نجم الشباب البيضاوي باش نقدم واحد الاضافه لهاد الوليدات والنادي اللي صراحه عليه الفضل الكبير علينا في المسيره ديالي كلاعب، فكما بديت فيه كلاعب بغيت نبدا فيه كمدرب، فانا الان كنشتغل كمعد بدني مع الاطار المحترم والقدير السي شنان، بالمساعده ديال ياسين جواد والمدرب ديال الحراس الرامي، والاداره التقنيه اللي فيها شيبا واسماعيل. احنا هنا في نادي نجم الشباب صراحه كنشتغلوا بواحد المنظومه بواحد الفريق اللي هو متكامل، كيسود الاحترام كيسود التفاهم كاين الراي والراي الاخر، الهدف واحد هو ان نجم الشباب دائما تكون في القمه، والهدف ديالنا هو نجم الشباب، احنا ما عندناش مصالح اخرى، الهدف ديالنا دائما هو فريق نجم الشباب يكون ديما يظهر بواحد الحله وبواحد الصوره اللي هي مشرفه واللي كيستحقها هذا الفريق، اللي صراحه اللي كما كنقولوا نادي اللي تيتفرخوا منه بزاف ديال اللاعبين،
عطى بزاف ديال اللاعبين منهم عبدو ربيك، ايت العريف، اسماعيل، عزيز، بزاف ديال اللاعبين، الرحيمي، دازوا هنا بزاف ديال اللاعبين. فهذه فرصه لينا حتى حنا باش نشتغلوا في هذا النادي هذا ونطوروا من الامكانيات ديالنا ونقدموا كاع اللي نقدروا نعطيوا للوليدات من خلال التجربه اللي استفدنا منها كلاعبين. بصفتك معد بدني لهاد الاطفال وهاد الشباب اللي كاينين هنا في النادي، فكتشوف بان كاين امل ان الفريق يرجع يزدهر كيف ما كان شحال هادي؟ فهذا مشروع يعني كيشتغل عليه سعادة الرئيس الحاج نودير اللي ما كيبخلش علينا صراحه بالنصائح والمساعده ديالو، واقف معنا مع الفريق الصغيره والكبيره. فهذا حلم ديالنا كاملين، وحلم ديالو كرئيس انه يشوف النادي ديالو في على الاقل اننا غادي نكونوا في الدوزيام ديفيزيون ان شاء الله في خلال الاعوام الجايه. علاش؟ لان هذا مشروع طويل المدى، حنا كنشتغلوا عليه هذه سنتين، وحنا كنشتغلوا على اساس اننا نكونوا واحد الفريق تنافسي، ماشي فريق اللي كيلعب غير واحد الموسم. وكما كتشوف هاد اللاعبين اغلبيتهم شباب، حنا كنوجدوهم للمستقبل، ما كنوجدوهمش لهاد السنه هذه، لان هاد السنه هذه حنا ضامنين البقاء ديالنا ان شاء الله، ولكن كنوجدوهم السنة الجاية إن شاء الله باش نقدروا نتنافسوا بهم. وكل سنة عندها المشروع ديالها وعند طريقة الشغال ديالها. وكانت هذه هي جولتنا اللي درناها وسط مركب محمد نودير اللي كيحتضن واحد من أقدم الأندية أو الفرق الوطنية، فريق نجم شباب البيضاوي. هذا هو لقاءنا اليوم، نتلقاكم مشاهدي أنفاس تيفي في لقاء جديد إن شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.